اللحمة تكون ساقعة وتكون اللحمة ملبسة بنسبة 20% دهون. دي أول تكاية معايا، والملح والفلفل والبصل والثوم البودر، مش أكتر من كده. طيب مقادير الصوص بتاعنا كما ينبغي اللي هيديكي طعم السندوتش الجاهز بالظبط إن شاء الله. نص كوباية مايونيز، معلقتين كبار كاتشب، معلقة كبيرة مستردة، معلقتين كبار خيار مخلل مفروم بالسكينة بالشكل ده، معلقة واحدة بس بصل مفروم عشان بيديكي القرشة الحلوة بتاعت الصوص اللي بتاكليها برة. وبعد كده توم باودر وبصل باودر وبابريكا، وعندي كمان معلقة كبيرة خل. لحمة مفرومة اهي فيها نسبة دهون 20%. ادي فلفل اسود، بنزود بس الفلفل الاسود شوية بيديله طعم حلو جدا، والملح حاجة بسيطة تطعم لي بس اللحمة. كده كده الصوصات اللي هحطها هتبقى هتديله تطعيمة. وبعدين بصل بودر وتوم بودر، بس يا ستي بس كده بس كده. وبيدك اوعي تعجني وتضغطي عليها، احنا عايزين اللحمة تبقى خشنة بالشكل ده. طيب تعالوا بقى هنشكل ازاي. اولا عندي حاجتين اقدر اشكل بيهم، لو عندك المكبس بتاع البرجر ده، طبعا ده رخيص جدا وموجود في اي محلات بيع الادوات المنزلية وادوات المطبخ، موجود بسهولة. ما عندكيش هتبقى البديل علبة الجبنة المثلثات. ازاي؟ لازم الشكل ده، لازم ابصم البرجر وياخد شكله على اكياس عشان اعرف اطلعه من الاداه اللي هقطع بيها بمنتهى السهوله. طيب هنعمل ايه بقى؟ اول حاجه هكور البرجر. لو عندك ميزان عشان عايزه كله مثلا يبقى قد بعضه، او عايزه تعملي مشروع اعملي الكوره 100 جرام بالظبط. 100 جرام هتديكي بالظبط برجر متساوي قد بعضه، وتديكي برجريه محترمه كده. او ما عندكيش ميزان زي حالاتي هتعمليها بالظبط اقل شويه من حجم البرتقانه بالشكل ده، ما تخليهوش تخين قوي عشان قلبه يستوي. شايفين ازاي؟ اهي كيس اهو، واروح واخده الكوره. ولاحظوا حاجه، ان انا كورت العجينه الاول كرات متساويه، وبعدين هحطها كده وهجيب كيس تاني، وقبل ما انزل بالمكبس هتك عليها كده عشان الحروف بتاعتها لو شققت معاكي تظبطي الحروف الاول، ما تخليش الحروف تشقق، لانها لما بتطول النار التشقيق ده بيأثر على شكل البرجرايه. بصي الاول بصوابعك كده اضغطي عليها، ظبطي بس الحروف، ده اللي يهمني دلوقتي قبل ما بصمها. شايفين ازاي؟ طبعا هي كده مش واخده الشكل، انا بس ايه بخلي الحروف كلها متساويه. ماشي كده؟ طيب وبعدين هروح جايبه بقى المكبس، بسم الله، واتك عليها اديله التبصيمه بتاعته. بصوا شكلها، هشيلها ازاي؟ بصي يا سمر زي ما انت كده اهي، وتروحي قلباها كده وحطي صوابعك حطي صوابعك على الكيس اهي. ايه رايك يا سموره بقى في الكلام الكبير ده؟ تيجوا نشوف شكله كده من غير الكيس اهو. يلا يا سمر، ادي البرجر بمنتهى البساطه وبمنتهى السهوله جدا جدا. لازم واساسي وشرط معانا ان الطاسه تكون او الجريل اللي هتعملي فيه البرجر يكون سخن جدا جدا، والزيت مسحه الزيت الصغيره دي تكون خفيفه جدا. البرجر بتاعي مش متجمد، فروح بصوا لازم بهدوء كده. لو متجمد اتعاملي معاه بقلب جامد ولا يهمك، لكن هو علشان طري انا لسه عاملاه حالا دلوقتي، فلازم لما اجي احط البرجر يبقى بهدوء بالشكل ده. واخدين بالكو واخده شكلها ازاي ومتماسكه ازاي؟ اللي لسه حطاها قلبتها على طول في ساعتها ولا جرى اي حاجه. يبقى الجبنه حطها عليه كده تترى معايا بس شويه، بتدي كمان طعم حلو جدا لا تتخيلوا قد ايه. بصوا اهو بعد ما يكون استوى وخلاص رايحه اطلعه في الطبق، اروح احط عليه الجبنه كده بالشكل الساندوتشات بتاعتنا. ادي المايونيز وبحط عليه الكاتشب. المايونيز هو بيبقى اكتر حاجه في الساندوتش،